أعزائنا المشاهدين، هنا سوف نتكلم عن كيفية تسجيل الدخول في موقع فرص. أول خطوة اللي هي نبحث عن فرص بورتال. راح نكتب هنا موقع فرص على جوجل. بما أنه فرص راح يكون معروف عالميا وأنه كثير من الناس يبحثون عن موقع فرص، لهذا راح يكون في بداية صفحة جوجل. نضغط عليه، تطلع لنا هذه هي موقع اللي هي صفحة الرئيسية لصفحة فرص. من هنا نقدر أنه نسجل نفسنا كباحثين عن عمل. عندك الأيقونات هنا موجودة، تسجيل Employer Login، تسجيل الدخول. تسجيل الدخول للجديدين، أنه الأشخاص الجديدين اللي أول مرة يدخلون على موقع فرص ويريدون يسجلون نفسهم كباحثين عن عمل. أما تسجيل اللي هنا مكتوب Employer Login، هذه لأصحاب الشركات وأصحاب المنظمات. أما تسجيل الدخول إنه يكون إحنا عندنا حساب موجود فنريد نسجل الدخول مرة ثانية للبحث عن الوظائف. عندك هنا أيضا اللغتين، عندنا اللغة الإنجليزية واللغة العربية. نضغط على تسجيل، هنا مكتوب هل أنت مستخدم جديد؟ سجل الآن. أنا باحث جديد عن العمل، أنا صاحب عمل جديد. بما أنه إحنا باحثين عن عمل فأكيد راح نضغط على أنا باحث جديد عن العمل. راح تطلع لنا هذه الصفحة اللي هي تسجيلية العضوية. هنا بيانات الحساب راح نسجل المطلوب. هنا أنا عندك اللي هذول المطلوبين أكيد، يعني فتشي مو اختياري إنما لازم تكتب. عندك البريد الإلكتروني، ندخل البريد الإلكتروني مالتنا. كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، الاسم، اسم العائلة. إذا عندكم لقب تقدرون تكتبون اللقب، إذا ما عندكم لقب تقدرون تكتبون اسم الأب. هنا ذكر أم أنثى، الجنسية اللي هي الجنسية العراقية، بما أنه إحنا من العراق نكتب العراق. رقم الجوال، هذا الرقم لازم تكتبونه هنا على مود صح أصحاب العمل الرقم الجوال ينكتب هنا. المدينة، أنتوا حاليا وين؟ أي محافظة من محافظات العراق؟ بغداد. تاريخ الميلاد، عندك تقدر تكتب منا وتختار منا. يطلع لك التقويم. كيف تعرفت على هذا؟ على أن تعمل، على تعمل إنه قصد على موقع فرص. كيف تعرفت عليه؟ إنه أنا صراحة يعني تعرفت عليه من إنه من سوشيال ميديا، عن التواصل الاجتماعي. على تحقيق الهوية، هذا الرقم الموجود هنا ندخل هنا 4 ونقول إنه إحنا قرأنا كل شيء وموافقين على شروط السياسة والاستخدام. نسجل هنا، نضغط على تسجيل الدخول. بعد ما سجلنا الدخول انه هسه راح يقول انه تمام، هسه صراحة هسه خلاص انه صار عندنا حساب موجود على موقع فرص. للتأكيد بس انه نختار مرة ثانية الجنسية اللي هي العراقية ونخلص، ويكون عندنا صار عندنا حساب خلاص. تستطيع البدء الآن بإنشاء السيرة الذاتية. وهنا إنه إحنا موافقين.
هسه صار عندنا حساب خاص عند مثل ما تشوفون هاي زينب اللي هي صار عندنا حساب خاص موجود على موقع فرص. هي هاي أول خطوة اللي هي كيفية التسجيل.